للمزيد حول هذا الموضوع يسرني أن ينضم إلي عبر الهاتف سعادة السفير إبراهيم محمد المسلماني رئيس قطاع الخدمات القنصلية بوزارة الخارجية. أرحب بك سعادة السفير في نشرة أخبار الثامنة. إذن كيف سارت وتسير العملية الانتخابية في الخارج حتى الآن؟ أهلا وسهلا بكم. بداية أبارك وطننا البحرين بزيارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين المعظم والحكومة الرشيدة برأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر على المسيرة الديمقراطية المباركة في المملكة، والتي يؤكد نجاحها ما نشهده اليوم من إجراء الانتخاب التكميلي لعضوية مجلس النواب في الدائرة الانتخابية الأولى بمحافظة المحرة التي خلت. لقد بدأت وزارة الخارجية وفق توجيهات سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بالاستعداد المبكر لهذا الانتخاب من خلال التعاون مع اللجنة العليا للانتخابات الإشراف العام على سلامة الانتخابات انتخاب أعضاء مجلس النواب التي رأسها سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية الموقر ووزارة الخارجية ممثلة في قطاع الخدمات القنصلية للوقوف على جاهزية البعثات وتهيئة الكوادر الدبلوماسية والإدارية التي تعمل فيها من خلال الورش التوعوية المرئية والتي تفضل مشكورا بتقديمها سعادة المستشار نواف عبد الله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المدير التنفيذي للانتخاب التكميلي لعضوية مجلس النواب، وذلك لضمان نجاح سير العملية الانتخابية واستقبال المواطنين أثناء وجودهم خارج البحرين في اليوم الاقتراع المحدد بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر أو عند إعادة الانتخاب إذا استدعى الأمر في اليوم الثلاثاء من الأسبوع القادم الموافق 10 سبتمبر. نعم سعادة السفير، هل من إيضاحات أخرى تود ذكرها في ظل استمرار العملية الانتخابية في الخارج؟ والله جرت عملية الاقتراع والتصويت اليوم في حوالي 13 بعثة دبلوماسية وقنصلية لمملكة البحرين في الخارج بحسب أعداد الناخبين المسجلين في الدائرة الأولى من محافظة المحرة، وكان قد تم إحصاء عددهم وأماكن تواجدهم بحسب فترة التسجيل المسبقة لمدة 3 أيام والتي حددها القرار من تاريخ 19 إلى 21 أغسطس. وكانت سفارة مملكة البحرين في جمهورية الصين أول من شهد بدء العملية عند الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي هناك. تلتها باقي البعثات الدبلوماسية والتي من المفترض أن تنتهي عملية التصويت فيها عند الساعة 8 مساء حسب التوقيت المحلي في كل مدينة، وتقريبا سيكون معظمهم بعثات المملكة في قارة أوروبا. ثم تبدأ عملية فرز الأصوات والإبلاغ عن النتائج بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخاب التكميلي وبجانب سير العمل في مقر الاقتراع والتصويت بعثاتنا بالخارج. فقد خصصت وزارة الخارجية غرفة عمليات ومتابعة الاتصال بالتنسيق مع البعثات والرد على استفسارات المواطنين في الخارج. بدأ عملها منذ فجر صباح اليوم الثلاثاء. نعم سعادة السفير إبراهيم محمد المسلماني رئيس قطاع الخدمات القنصلية بوزارة الخارجية، كل الشكر لك.